فوق بنشوف الخيوط اللي بتتكون منها قلب الليمفات بيقشروا عليه غلط. الخيوط دي سميناها فيلمنت وبندرس دلوقتي هذه الفيلمنت. ففي عندي 6 فيلمنت خيوط تخينه اللي هي مرسومه باللون الازرق دي سميناها مايوسين. ودي نهايات خيوط الرفيعه الحمراء اللي جنبنا دي كده سميناها الاكتين. الحته دي تحت الميكروسكوب تبدو غامقه سميناها غامقه في اللون سميناها دارك ايتاند. جوه هذا الجزء الغامق في جزء فاتح اسمه اتش زون. وقلنا اتش ده اول حرف من اسم عالم مش عايزين اسمه. بس نعرف ان جزء الاتش زون ده يحتوي على اكسده ميوسين ولا يحتوي على ميوسين اونلي؟ يحتوي على ميوسين اونلي ده جوه الدارك ايتاند لكنه اصبح قليلا. اي باند او لايت اي باند كلمه لايت يعني فتحه واي يعني اي جايه من كلمه ايزوتروبيك يعني لامعه في الضوء يعني فتحه. جنب الشريط الغامق ده في باند يعني شريط، شريط فاتح هنا وبرضه نفس الكلام هنا اللي هو مكون اساسا من اللون الاحمر اللي انا رسمه ده. الخيوط دي الخيوط الرفيعه دي اكتين ومعاه شويه ملحقات كده بروتينات صغنونه اسمها تروبونين. ولذلك الاي باند اللي تبدو تحت الميكروسكوب فتحه اللايت اي باند تبدو لامعه في الضوء وتبدو فاتحه هي لا تحتوي الا على الاكتين. هل فيها مايوسين؟ اطلاقا. تحتوي على الاكتين وملحقاته اللي بنسميه تروبونين. انا لقيت نقطة شباب حاجه عجيبه، لقيت ان هو في شيت من البروتين في ان هو خط كده هو موصل ما بين الاكتين فيلمنت في منتصف الاي باند في خط بيوصل اسمه سموه زد لاين. والزد لاين هو اول حرف للاسم عالم يبدا بحرف زد. فهنا في زد لاين وهنا في زد لاين. المسافه ما بين تو سكسيسيف زد لاين المسافة ما بين اثنين زد لاينز متتاليين تسمى ساركومير. ساركومير مير يعني قطعة، ساركو يعني عضلة، ساركومير يعني قطعة من العضلة. أهم قطعة في العضلة ده الكونتراكتايل يونت، دي الفانكشنال يونت، دي الوحدة الوظيفية للعضلة. الوحدة الوظيفية في العضلة يا شباب اسمها الفاركومير. فاركومير نسبة للعضلة. ايه الفاركومير لما يجي سؤال يعني ايه في فاركومير؟ الفاركومير هو المسافة ذا ديستنس بين تو زد لاين. في اللي هو فارك اي بان فيها مايوسين واكتين. وفي هنا لايت باند اي باند في منتصفها ده بتساوي اللي على اكتين اهو وفي منتصفها خط اسمه ديد لاين. المسافه ما بين التو ديد لاين تسمى ساركومير الوحده الوظيفيه في العضله. ده جزء اناتومي، ده جزء ستراكشر، ده جزء في التركيب. بننقل لجزء برضه يا شباب برضه معانا في الاناتومي اسمه ساركو تيوبولار سيستم. خلي بال حضرتك السؤال الرئيسي اللي احنا بنتكلم عليه اصلا اسمه ميكانيزم اوف كونتراكشن. بس علشان نفهم الميكانيزم اوف كونتراكشن هو سؤال اخر العام اللي هو سؤال فيري امبورتنت كويشن. فبنا قدامك صور، الصوره الاولى ساركومير قصه الاي باند والاي باند والاكتين والمايوسين. الصوره الثانيه حاجه اسمها ساركو تيوبولار سيستم. ساركو يعني ايه؟ يعني عضله. وتيوبولار يعني ايه؟ غير تيوب. تيوب يعني اسطوانه. تيوبيول تصغير هذه التيوب. فما هو الساركو تيوبيولار سيستم؟ بص حضرتك ده يا شباب جدار العضله من الخارج. جدار اسمه ساركو يعني عضله. لما ولما يعني جدار. فده جدار العضله من الخارج. لما العضله يتولد عليها كهربيه، لما العضله يكهربها العصب وتتولد عليها كهربية وتمشي على الساركولما جدار العضلة. ازاي هتأثر في داخل العضلة هذه الكهربية؟ فربنا عز وجل يخلق لنا أخدود
يخلق لنا نزلة. الكولينا كانت ماشية كده يا شباب، بص اللي حصلها ايه؟ راح الدنيا عمال هنا تيوبيول وترجع تاني، وبعد شوية تمشي كده وترجع تاني، علشان الأكشن بوتنشال اللي اسمه الإمبولس اللي ماشي على جدار العضلة من الخارج يبدأ يدخل الكهربية دي إلى داخل العضلة. فيسموا الحتة دي اللي أنا رسمتها اللي تشبه حرف تي، بص أهو تي أهو، يسموها تي تيوبيول. وظيفتك ايه يا تي تيوبيول؟ انا زهقت من حرف تي. تي تيوبيول ووظيفتها تي ترانسميشن، توصيله واصله، دي اللي بتنقل الكهربيه الى داخل العضله، الى خلي بالك حضرتك موقع الاكتين والمايوكتين ده موجود هنا في السيتوبلازم هنا. انا يا جماعه شباب بدخل الكهربيه الى داخل الفايبريل. انا فايدتي من الكهربيه مش ماشيه على السطح من بره، انا فايدتي ان انا ادخل الكهربيه لجوه العضله عن طريق هذا الانفولدنج. يعني ايه انفولدنج؟ هذا الاخدود او الجزء الديب ده. تي تيوبيول يا شباب اتفقتي وظيفته انه هينقل الامبولس الى داخل العضله. امال ايه ساركوتيوبيولار سيستم الجزء المتبقي؟ بص هنا على الرسم، في رابطة يشبه رفع الأثقال، حاجة اسمها ساركوبلازميك ريتيكولم، دي الإندوبلازميك ريتيكولم، الشبكة الإندوبلازمية، بس لأنها موجودة في عضلة فاتفقنا ندي العضلة رمز ساركو، فيسموها ساركوبلازميك ريتيكولم، التشابك العضلي، ودي كائنات موجودة في السيتوبلازم بتاع العضلة، عاملة زي الرفع الأثقال، عصاية وفيها انتفاخين. بنسمي الانتفاخ السترن، بدأ بحرف السي، وده اسمه ساركوبلازم كريتيكولم اللي بينتهي بانتفاخ. الانتفاخ ده تجنين فيه البطل، بطل خطة الكونتراكشن، بطل فيلم الكونتراكشن الذي سيحوز البطولة في هذا الفيلم هو الكالسيوم، أيون الكالسيوم. أيون الكالسيوم محبوس مسجون في انتفاخ اسمه سيسترن. ولذلك واحد دلوقتي كده هو بدا يلقط حاجه يقول لي يا دكتور بقى التيوبيول وظيفتها تنزل الكهربيه من على الجدار للداخل عشان تكهرب السيسترن، فتقوم السيسترن التشانلز بتاعتها تفتح ويخرج كالسيوم في السيتوبلازم يعمل كونتراكشن يتحقق عمليه تحرير البطل. شايف افلام كده كده في البطل مسجون والعصابه جت وطلعته بقى من السجن والبطل ده عمال يسوي الهوائي في الفيلم ده. الكالسيوم كان مسجون في الساركوبلازم كريتيكولم، لابد ان انا اطلعه، ده هو ده اساسا موضوع الكونتراكشن. قايم على الكالسيوم، كونتراكشن يبدا بحرف السي، من غير كالسيوم من غير سي ازاي؟ فالكالسيوم محبوس لابد نخرجه. يبقى اذا انت وظيفتك يا سيستم ستورج اوف كالسيوم، تخزين لهذا الكالسيوم. يبقى كلام في غايه الخطوره، انا مش بشرح ده، انا بس بقول صوره ثانيه في الاستراكشر بتاع العضله لما نجمعهم ان شاء الله مع بعض هيطلع حاجه اسمها ميكانيزم اوف الكونتراكشن. طيب احنا قبل ما نتكلم عن ميكانيزم اوف الكونتراكشن مع سؤال كده عن ماشي اسمه ماسل بروتينز. ماسل بروتينز ايه هم الماسل بروتينز؟ في اربعه اساسيين من غيرهم انت ما جاوبتش على السؤال. وفي شوية بروتينات كده هوت للفلفلكة، بروتينات بسيطة صغنونة كده هوت، كلام قليل لو نسيتها مش مشكلة. فهنبقى نقولها إن شاء الله، لكن أنا عندي المصنف بروتينز أربعة رئيسيين، من غيرهم ما يكتملش الإجابة على السؤال. واحد اسمه مايوكتين والأكتين، الاثنين دول بنسميهم كونتراكتايل بروتين. ليه كونتراكتايل؟ أصل دول لما هيمسكوا في بعض أكتين ومايوكتين يحصل كونتراكشن. دول ابطال المسرحيه والفيلم، اكتين ومايوسين. بس في اثنين تابعين بينظموا العلاقه ما بينهم، تي فوروبو مايوسين وتي فوروبو مين. الاربعه الاساسيين مايوسين واكتين وتروبونين وتروبو مايوسين. هيا بنا ندرس كل واحد على حده من حيث الاستراكشر بس العام وموقعه وايه القصه والوصف بتاعه.
مع المط البروتين الأول وهو الميوسين. كل دي مقدمة اسمها انتروداكشن. المط البروتين أول سؤال ممكن يجي لنا آخر السنة، بس هو ممهد لسؤال عظيم لا يخلو منه امتحان اسمه ميكانيزم اوف مسل كونتراكشن. احنا نمهد لهذا السؤال. نبدا بالمايوسين. المايوسين كان في الشكل قدام حضرتك، مكون من سته، بنوصف احنا انا بوصف مولكيول من المايوسين ومايو، لان هو يكون حاجه اسمها 6 فيلمنت الخطوط التخينه. التركيب الداخلي يا شباب في العضله والخيوط العظاميه اللي احنا بنتكلم عليها دي اساسا مايوسين، يعني بياخد حيز كبير. المايو مايو يعني عضلي، ده التركيب الرئيسي في العضله. المايو مايو عضلي، مايوسين. المايوسين ده عباره عن سته بولي بيبتايد تشين، في سته سلاسل موجوده هنا يا شباب على الرسم، منهم اثنين زائد اربعه. اثنين هيفي تشين يعني سؤال في الوزن، واربعه لايت تشين يعني خفاف في الوزن. امال وزن قد ايه المايوسين؟ المايوسين من 420 ل 480، خليها 480,000 عشان خاطري. 420,000 ل 480، كانت بين 420,000، خليها 480,000. ده المولوكولار ويت، وزن عظيم، وزن كبير. مولوكولار ويت 480,000. المولكولار ويست المايوسين. ستة بوليبيبتايد تشين، اثنين هيفي واربعة لايت. فين الاثنين الهيفي دول؟ بص حضرتك، في اثنين اهم لابسين حوالين بعض دولن، اسمهم تو هيفي تشين. اتش هيفي، اتش اللي عاملين لي الهيليكس. هيليكس يعني لولب، دبل هيليكس، لولب مزدوج. لابسين حوالين بعض، ادي هيفي تشين اهي واحدة ودي الثانية. فكونوا لي الرسمة في الشكل اللي أنا رسمه ده، الديل ديل ونهاياتهم. خلي بالك، بص بص حضرتك، دي تبقى نهاية راحت على جنب أهي، ونهاية ثانية راحت على جنب تاني. التو هيفي تشين دول كونوا لي ديل أوف الهيليكس، وطلعوا يا شباب بدراعين، كونوا لي تو أرمز، أرم وأرم. بس الهيد دي والهيد دي ايه ده؟ ده كمان دول هنسميهم تو هيد، تو جلوبيولار متكور، فورتين، تو جلوبيولار هيد. الرأس دي يا شباب كل رأس على حدة، دي عبارة عن نهاية هيد تشين ومعاها تو لايت تشين، وهنا نهاية هيد تشين واثنين لايت تشين. دول الأربعة لايت تشين، واحد اثنين ثلاثة أربعة. وادي الاثنين هيفي تشين، ادي واحد وادي اثنين. فتكون عندي شكل مايوسين وان تيل، مكون بالتو هيفي وتو ارم مكونة بال هيفي وتو هيد مكونة بال هيفي واللايت. فتكون عندي شكل يا شباب المايوسين له تو هيد وتو ارمز وون تيل. المايوسين هيد اهي، المولوكيول هيبقى عامل كده. الحته دي يا شباب مفصله، مفصله تتحرك عن طريقها بالارم. المفصله دي اسمها هنج، فيرست هنج. ودي مفصله تتحرك عندها الهيد، يعني ممكن ادي دراعي اهو الهيد دي هيد اللي بتتحرك ممكن لوحدها اهي عند المفصلة دي بتسمى السكند هنج. انت بتعمل ايه يا دكتورنا العزيز؟ انا كل اللي بعمله بوصف شكل المايوسين مما يتركب. اربع مفصلات يعني؟ احنا لا، هنسمي المفصلة اللي هنا الاولانية دي مع الارم دي اللي هي مادة السين والارم نسميها الفيرست هنج. المفصلة اللي بعدها هنا يبقى ده كده هو المايوسين يا شباب. طب بالنسبه للاخر الذي يسمى بالاكتين، هو فين المايوسين على الرسمه اللي بتاعتنا دي بقى؟ لا الازرق،
بالظبط شبه الميوسين. ادي التيل بتاعنا هنا اهو، وادي الارم وادي الهيد. ارم وادي هيد صح؟ يعني مش هنقدر نكتب تو هيد ونعمل فيلم كده يعني. وخلي بالك حضرتك السيك فيلمنت دي فوق وتحت، فوق وتحت، ارم وهيد، ارم وهيد، ارم وهيد. ده جزء ميتين فوق وجزء. الله ينور عليك. كل واحد من ده جزء ميوسين مركز. يبقى ده دلوقتي يا شباب ده شكل الميوسين. فحكمة الخالق العظيم ان الميوسين يبقى بهذا الشكل عشان نشوف الاكتين. لما اجي مع الاكتين اللي موجود في الخط الاحمر اللي انا رسمه ده، بقى نكبره ونشوف تحت الميكروسكوب ونبص على الاكتين، نلاقي الاكتين مكون من جزيئات دائريه جلوبيولر، يعني دائريه. يبقى الاكتين عامل كده يا شباب. الاكتين ده عباره عن دوائر. وكان معها برضه هي رقم التليفون تعملي كده. ده عباره عن الاكتين مولكيول هنا مكدولين حوالين بعض. هنا كده في الجزء ده كده هنا الاكتين مولكيول. فالاكتين مولكيول حوالي 42,000 مولكولار ويت. احنا كنا هنا بنتكلم في 420,000 480,000 مولكولار ويت. هنا 42,000 مولكولار ويت المولكيول الواحد في الاكتين. هنا الاكتين يا شباب دي عباره عن صور لكن منتظمه فيها على هيئه ايضا بابل هيليكس مجدوله على هيئه كلولب مزدوج. فعندي اكتين مع اكتين مع اكتين مع اكتين وهكذا جنب بعض. 42,000 مولكولار ويت. دي بتسمى التاكتين ليه؟ لان هي اللي بتقوم بالاكشن. اكشن اكتين اكشن. اكشن ايه؟ يا شباب احنا الكونتراكشن يعني التقاء الميوسين هيد الاكتين، ثم الميوسين هيد تروح محركه الاكتين فيتزحلق الاكتين على الميوسين هيد. مين اللي حرك دلوقتي وحصل ان هو تحرك للداخل؟ مين؟ الميوسين هيد بتحرك مين؟ بتعمل زحلقه تداخل لمين؟ مين اللي اتحرك بقى في الاخر؟ مين اللي هيصدر الاكشن اللي هنوصفه بالنسبه لمصر كونتراكشن بعد قليل؟ الاكتين. الاكتين اللي موجود هنا وهنا وهنا وطبعا برضه في نفس الكلام. احنا بنوصف ما بنقولش المصر كونتراكشن، ما بنتكلمش عن المصر كونتراكشن، بنوصف بس شكل الاكتين مولوكيول وطريقه انتظامها مع بعضها. لقينا دلوقتي شباب موجود معاهم بروتين اثنين ريجيولاتوري بروتينز، واحد اسمه بروبومايوسين وواحد اسمه بروبونين. البروبومايوسين عامل زي حبل فيلامين. الحبل ده يا شباب بلاقيه عندي لو البروبومايوسين ما هو الا نوع من انواع البروتينات اللي على هيئه فيلامين حبل مغطي الاكتف سايتس اللي موجوده على الاكتين الذي ترتبط بالميوسين. لحظة من فضلك. أنا بسميه البروتين العزول أو الطبقة العازلة ما بين الأكتين والميوسين، يعني وجوده هو بيقعد في المكان ما بين الأكتين والميوسين، أكتين ميوسين، بس في نقط بيننا وبين بعض بروبوميوسين. جمع ارتباط الأكتين بالميوسين. إيه ده؟ بروبوميوسين. ده هنا موجود كفر مغطي، مغطي إيه؟ الأماكن اللي بترتبط بالميوسين هيد. يعني هنا يا شباب كده هو كان بص ان هو ادي الاكتين وادي الميوسين بينهم من بعض العزول ده الطبقه العازله بروبوميوسين. عشان كده احيانا يسموا البروبوميوسين ده يسموه ايه؟ الريلاكسنج بروتين. اصل وجوده فاصل الاكتين عن الميوسين، ولذلك وجوده مع الريلاكسيشن هيبقى وجود مؤثر. يعني الريلاكسيشن اصل انا بمنع التقائهم، انا موجود ما بينهم
فلو انا اتحركت واكتشفت الاماكن الاكتف اللي بترتبط بالمايوسين هيد هيحصل كونتراكشن. طب انا وجودي ما بينهم يمنع هذا الكونتراكشن. فكوظيفه ليا فروض المايوسين ده ريلاكسنج بروتين مغطي الاماكن اللي على الاكتين اللي المفروض هي اللي هترتبط بالمايوسين هيد. يبقى انا على طبقه عادي. بروبونين اخر بروتين في البروتينات الاربعه العملاقه اللي دورها محوري في عمليه المصل كونتراكشن. البروبونين اللي هو يا شباب لما اتكلم عليه موجود فين الاول؟ التشينز دي اللي هي اللفه يعني اللي هي في ده عباره عن تشين ما بتروحش عليها تشين ثانيه. فماشي اثنين تشين مع بعض ما بتروحش حوالين بعض الخيط. الحبل ده مش خيط، لا اثنين خيوط مبذولين حوالين بعض. خيط مثل خيط، كل خيط بيساوي من كور. الله ينور. ماشي، ده بالنسبه للاكتين عباره عن خيط ده عباره عن كور. اما التروبو ما يمدين لك خيط، مش شكل كور، سلم. التروبونين يا شباب مكون من ثلاث اجزاء. التروبونين ده البروتين الرابع والاخير في الاربعه المهمين. مكون من ثلاث اجزاء. فما هي اجزاؤه وفايده كل واحد فيهم؟ مكانه بيبقى موجود كده على مسافات متباعده شويه على امتداد الاكتين والتروبومايوسين، ومكون من ثلاث وحدات. واحده اثنين ثلاثه. يا تروبونين اللي شكلك كور مولوكيول جلوبيولار اللي هو اللون الاحمر اللي انا رسمه ده على مسافات، وهنا واحد وهنا مولوكيول. يا تروبونين انت مكون من ثلاث وحدات، وزنك الجزيئي 18000 ل 25000، 480000 مايوسين، 42000 اكتين، تروبونين 25000 تقي. التروبونين مكون من ثلاث وحدات. شيل بقى القصه دي. ربنا قايم على رسومات. تقرا الدرس بالرسومات تلاقي ما اسهله وما اروعه. الألفاظ جديدة بس على ما سامعي، لكن الموضوع بديهي، احنا ما شرحناش حاجة أصلاً غير صور متفرقة ما جمعناهاش لسه، لأن هنجمعها في حاجة اسمها ميكانيزم اوف ماسل كونتراكشن. سؤال خطير. تروبونين. التروبونين ده يا شباب مكون من ثلاث وحدات. وركز معايا. واحد اسمه تروبونين سي. تروبونين ار وتروبونين سي. هو مركب واحد. لكن له ثلاث فرص يونت. وحدات اصغر مكون من ثلاث وحدات. فسمينا الاولاني تروبونين سي، سميته ليه سي؟ كل حاجه وطنه في حاجه. تروبونين سي لان انا تروبونين، لكن ده الجزء مني اللي مرتبط بالتروبومايوسين. واي اي اللي هو طنه في حاجه، انا اللي مرتبط بالاي باند، والاي باند يقصد بيها أنا اللي مرتبط بالأكتين. بتعمل إيه يعني؟ أي دي تربطني برضه لإنهابت. أنا مش مع العلاقة بين الأكتين والمايوسين، أنا إنهابت الأكتين والمايوسين انتر أكشن. تاني. تروبونين تي دي وحدة. الوحدة الأولى من التروبونين. سميناها تي لأنها مرتبطة بالتروبومايوسين الطبقة العادلة. تروبونين أي. تروبونين اي هنا جاي من كلمه اي باند اللي هو الاكتين، انا مرتبط بالاكتين. طب يعني بتعمل ايه؟ مع الكونتراكشن ولا ضده؟ ضده. انهبت الكونتراكشن، انهبت العلاقه ما بين الاكتين والمايوسين. والتروبومايوسين اللي ماسك في تروبونين دي، انا انهبت العلاقه بين الاكتين والمايوسين، انا ضد هذه العلاقه انها تنشا اصلا. ده انا ريلاكسنج بروتين. الوحيد اللي مع هذه العلاقه الذي سيكون له دور في الكونتراكشن، قلت ايه؟ كونتراكشن يبدا بحرف سي يبقى التروبونين سي. ده اللي بيرتبط بالبطل السي كالسيوم فيؤدي للسي كونتراكشن. ازاي يا عم؟ وانا بشرح دلوقتي ازاي اصلا؟ ده انا بتقول بس كلام عام ووظيفه ولسه الكلام نحطه كله في سياق واحد كمان شويه.
يبقى انا انتهيت ان البروتين ده مكون من ثلاث وحدات، اثنين ضد هذه العلاقه وواحد مع هذه العلاقه بين الاكتين والمايوسين، اثنين ضد الكونتراكشن وواحد مع الكونتراكشن. فتعالوا بينا هنا نبص يا شباب على توظيف المعلومات دي كلها في سؤال دي فيري امبورتنت. اسم هذا السؤال ميكانيزم اوسموس الكونتراكشن، له اسم ثاني اخطر منه اكسايتيشن كونتراكشن كوبلينج. انا لا يمكن افهم هذه العلاقه الا في كتاب صوره متكامله، لان انا بدرس كل واحد لوحده دلوقتي. بقول لك المايوسين والاكتين دورا بطلايا العرض، دورا بطلايا المسرحيه، ده الكونتراكشن هيتم لما يرتبطوا. وفي اثنين بينظموا عملهم تروبونين وتروبومايوسين. فالتروبومايوسين يعمل ريلاكسيشن، يقف طبقه عازله ضد الارتباط وينظم، وان كان ينظم الفصل ما بينهم. فشوف ليه امتى احتاج هذا؟ هنعمل كونتراكشن، الكونتراكشن ده مش هيتم، مش لازم يعقبه ريلاكسيشن. وانا دلوقتي قبل الكونتراكشن التروبومايوسين دوره هنا واقف قد حائط عازل ما بين الارتباط، مفيش كونتراكشن لسه. هننظر العلاقه ما تقلقش بين التروبونين والتروبومايوسين والاكتين كلها، الصوره هتكمل، احنا دلوقتي صوره متفرقه، عمرك نجمعهم بقى؟ لعبه بازل تمسك كل قطعه مش فاهم حاجه، وانت تحطها في لعبه تحط صوره ارنب، يا سلام ارنب، والله ده الموضوع طلع ارنب. تعالى بقى نشوف دلوقتي نجمع الصور الغريبه دي ونحطها كلها جنب بعض. تروبونين خطير في تنظيم العلاقه. تروبونين في التين اللي بيحافظ الكالسيوم وهيبدا من عنده كونتراكشن. ازاي هنقول؟ تروبونين اي ان انهبت هذه العلاقه، والتروبومايوسين اللي هو اصلا وجوده بطاقه عزله ما بين الارتباط بين الاكتين والمايوسين. نوضح الموضوع بقى. انت كل القصه دي علشان في الاخر توصل الى ميكانيزم اوف ماسل كونتراكشن، او سؤال اسمه اكسايتيشن كونتراكشن كوبلينج. انت فاكر بتقول شويه بروتينات ثانيه من الماسل بروتين؟ طبعا انا قلت الاربعه العظماء الكبار اللي من غيرهم انت ما خدتش درجه. دي بقى شويه بروتينات كده موجودين في الماسل برضه، بس مش دورهم مؤثر في الكونتراكشن خالص. فانا عشان ما من الاندماج بس حضرتك، عشان تندمج تخلينا وانا مندمج وانت مندمج في موضوع الماسل كونتراكشن، فما نديش فاصل في شويه بروتينات ولا لك ما لهاش اهميه دلوقتي في الكونتراكشن. فصلت ليه؟ اكتبها دلوقتي. اكزيتيشن كونتراكشن كوبلينج هنا اهوت يا شباب بنقول كالتالي. تعال نشوف بقى ازاي نوضح العلاقه دي. انا عندي نيرف، نجيب الموضوع من الاول، وعندي مفصل نيورو ماسكولار ترانسميشن موتور ان ذا بليد. الاكزيتيشن ده بيتم في النيرف، ولما النيرف يتكهرب يقوم المفصل يحصل فيها كونتراكشن. فعرفت التزاوج بين الاكزيتيشن كونتراكشن اللي جابهم مع بعض؟ الاكزيتيشن في النيرف فيؤدي الكونتراكشن في المفصل. نبدا القصه بتاعت النيورو ماسكولار ترانسميشن. لو كان سؤال اسمه اكزيتيشن كونتراكشن كابلنج هيقول لك يا دكتوره ابدأ من النيرف، من الاكزيتيشن بتاع النيرف، وانتهي يا دكتوره في الكلام بالكونتراكشن بتاع العضله. فانا ببدا اشرح اللي قلته الحصه اللي فاتت بسرعه. تاتي الانبوبس الى نهايات العصب للنيرف تيرمينال، فتنسكح بوابات الكالسيوم وتشجيع الكالسيوم شانل كالسيوم انفلاكس، يمسك البيزيكت يتحرك للخطوط الاماميه. البيزيكت فيها الاستايلكولين، لما يقرب للخطوط الاماميه ويبدا يحصل له رابط شارب يقوم يعدي الساينابتك كليب يمسك في الريسبتور. اسمها لما واحد يجاوب بس وسط هذا الجمع او اثنين يبقى الباقي مكسل يجاوب او مش لسه ما ذاكرش فمش عارف. أنا عايز تفاعل، لأن كل ما ببص على الناس ألاقي وأنا بتأثر نفسويا بهذه الأمور.
فلما تفضل لي الثالث الله ما هتبدا احنا فاتح هنا وزمايلكم يعني تدخل الشباك عبر الحدود سيناتي الكلاب الى الريسبتور يفتح بوابات صوديوم كيميكال جيتد ولا مش جيتد عايز معلومه مكتمله كيميكال جيتد ليجاند جيتد صوديوم كان قبل كده قبل دخول هذا الصوديوم كان بره الاشاره بوزيتيف وهو نيجاتيف حاله استقطاب حاله بولارايز حاله ريس صوديوم لما يدخل جوه يبقى فيه بوزيتيف 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 على حساب بره نيجاتيف ده انعكاس في القطبيه في البولاريزيشن وينشا اندبليت بوتنشال اندبليت بوتنشال كهرباء كهرباء صغير وعندما يتعمق هذا الفارق يكبر ويبقى اسمه اكشن بوتنشال ينطبق على سطح المصل صفحه جدار العضله جدار طرف لمه وصلت دلوقتي بالصوره رقم واحد ان اتولدت امبلس على الساركوليما في كهرباء اتنقلت من نيرف للمسل فازاي هيحصل كونتراكشن اذا خلينا على الصوره رقم 2 صور 2 الاكشن بوتنشال ماشي على جدار العضله من الخارج والله لو بدنا ماشي من الخارج 1000 سنه ولا العضله عمرها تعمل كونتراكشن الا لما ندخل هذا الاكشن بوتنشال للداخل عن طريق تيتيوبيول والتيتيوبيول بين كل تيتيوبيول اتنس سترن محاوطمها عشان كده يسموا ده الثريات الثلاثيه تيتيوبيول اتنس سترن سترن عشان تتوقع الاثقال اللي فيها الغليتين اللي الناحيتين دول سترن اللي فيه البطل اللي محبوس اللي اسمه الكلب الكهرباء اللي هو تصل الى ريسبتور ينفعل معها اسمه ذهب ذهب ده رمى بين بعض دي اتش بي اكتبوا كده على مسؤوليتي دي اتش بي ريسبتور وده اباي باي هيدروفايريدين هنا ريسبتور فولتج سنستر يعني ينفعل كهربيا الدي اتش بي ده لما ينفعل كهربيا ده جنبه هنا سيسترن وهنا كمان خلينا هنا السيسترن ده في تشانلز هنا ال دي اتش بي يسبب فتحها يتصل بها يفتحها اسمها رايانودين تشانلز ايه الاسم الصعب ده؟ كالسيوم تشانلز لما افتح بوابات الكالسيوم عمليه تحرير البطل عمليه التحرير تحرير البطل مين بطل ايه؟ بطل الكونتراكشن من غيره مفيش كونتراكشن كان في سجن لكن العمليه الكهربائيه دي كهربناه وصلنا له وعرفنا نكهرب المكان ونطلعه من السجن ده هذا الكلسم بيطلع يروح فين؟ يطلع ده البحر ده البحر بحر اسمه ساركو بلازما بلازما يا شباب يعني ميه وساركو يعني العضله اللي هو السايتو بلازما الكلسم هنا يزداد في السايتو بلازما يزداد الكلسم يزداد الكلسم يزداد الكلسم خرج البطل خرج اللي هيعمل كونتراكشن طب هو الاساس الاساس الجزيئي لعمليه الكونتراكشن ما هو المولوكيولار بيز اوف الكونتراكشن ايه هنا بقى وصلت لدور المولوكيول مين المولوكيول دي؟ الاكتين والمايوسين والتروبونين والتروبومايوسين ازاي توظفهم وفي الاخر تعمل مصل كونتراكشن انا هنا وصلت للكالسيوم ونقطه البدايه عندي والله واضحه نقطه البدايه في انهي مصل بروتين أنا وصلت للكالسيوم، الكالسيوم ده بيقول لي هتبدأ ببروتين منهم. التروبونين سي الذي يرتبط بالكالسيوم، بص حضرتك بقى الصورة دي بص عليها إيه دي أصلاً هي دي جاية منين؟ جاية من هنا. أنا رحت مختار
الدائره اللي انا عاملها دي اصلا صار ده الدائره دي واحنا مكبرينها شويه. بعض الكتب الثانيه تكتب لك صوره معدوله، هو راح بنفسه مع الدائره دي وكده هعمل لك ادي ال الستيل بتاع المايوسين وادي الارض وادي الهيد وفوق هنا اهوت ادي الاكتين اهو. فالصوره تركب معدوله ما هيش الصوره زي ما انا رسمها لتحت ما هيش مش هتفرق يعني ماشي عادي. تعالوا الصوره دي اهوت اللي احنا رسمينها بتاعه ازاي يحصل موصل كونتراكشن. نتعرف على الصوره. ادي المايوسين اللي له ارم وله هيد. هنختصر مش عايز امثل اثنين ارم واثنين هيد. وادي الاكتين. ولما يلتقي المايوسين مع الاكتين هيحصل كونتراكشن. بس منهم خط ازرق. طبقه عازله. وربو مايوسين. والخطير اللي جنبنا ده خطير تروبونين سي وار سي. اللي حصل دلوقتي يا شباب ان انا زودت كالسيوم، فالكالسيوم يرتبط بانهي جزء؟ الكالسيوم نعتبر هو ده تروبونين سي مثلا يعني، ارتبط الكالسيوم بالتروبونين سي. اول ما الكالسيوم يرتبط بالتروبونين سي يعمل حاجتين. يخلي التروبومايوسين اللي هو العازل ده يفك يخلع يجري يزاح جانبيا مور لاترالي يعني بعد ما كان مكانه هنا في حضرتك تلاقيه بقى هنا اتحرك اتشال الجدار العازل بعد الطبقه العازله الفاصله انسحبت تراجعت قليلا فكشفت الاكتف سايتس اللي على الاكتين المستعده للارتباط بالمايوسين. اثنين كان في تروبونين اي ده كان له دور في الانهبيشن مش مع هذه العلاقه بين الاكتين والمايوسين. اول ما التروبونين سي يرتبط بالكالسيوم ده انهبيتد اصلا انهبيتد انهبيشن واحد دوره بالسالب انا عملت له انهبيشن انا ها 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 يا بتسموها هشجع هذه الانتر اكشن ما بين الاكتين والمايوسين. الكالسيوم لما ارتبط بواحد اسمه تروبونين سي التروبومايوسين ابتعد اتحرك. ليه بقى ازاي؟ بسبب ان انا مرتبط بحاجه اسمها تروبونين سي كان الناس بتشجع هذا التروبونين سي بس التروبومايوسين. اول ما انا اجي ارتبط بواحد اسمه تروبونين سي الثاني يخلع من يحصل تغير في المولوكيول ويخلع هذا التروبومايوسين من التروبومايوسين سي. انا كنت بس كده بحكم ان انا مرتبط بواحد اسمها تروبونين سي لما انا جيت ارتبط بواحد حصل تغير في الاثنين التانيين. بيقول بقى التغير ده فك فك يعني ايه؟ اتحرك شويه فكشف الاماكن اللي انا برتبط بيها بين المايوسين هيد وبين الاكتين. والثاني بقى؟ الثاني كان وجوده بيشجع الانهبيشن ما بين الاكتين والمايوسين. انهبيتد ما اشتغلش. مش النفس ماشية. بالظبط. فأصبح هنا في اللي هو التشجيع للانتر اكشن للاتاتشمنت بين المايوسين. يا شباب المايوسين هيد كان في طبقة عازلة اتشالت. فأصبح المايوسين هيد على استعداد انه يمسك سكة. وكأن أنا هو يا شباب المايوسين هيد دي كده أهي زي دراعي ده كده وأدي الأكتين أهو. بص حضرتك. أنا هنا هو كل اللي أنا عملته إن أنا المايوسين هيد كان في بيننا وبين بعض بعد إذن حضرتك. كان في تروبومايوسين طبقة عازلة وادي الاكتين فوق اهو. وانا هنا اهوت يا شباب المايوسين هدي. اول ما الكالسيوم ارتبط بالتروبونين سي بس انسحب من الصورة وده ارتبط بس. حتى الارتباط اول القصيدة بايندنج اتاتشمنت المايوسين هدي يرتبط بالاكتين والاكتين. بس. ولا حصل كونتراكشن. الكونتراكشن سياتي يا شباب لما المايوسين هيد دي روح تاني كده تتحرك على المفصله بتاعتها وتروح جايه الاكتين ده متزحلق للداخل واختها الناحيه الثانيه المايوسين هيد دي تتحرك كده وتاخد الاكتين تزحلقه للداخل فتقوم المسافه هنا تقطر اكورديون ده اكورديون يكش ينكمش يقطر يعني كونتراكشن
العضلة في الكونتراكشن بتنكمش بتقصر. ولذلك لما الأكتين يتزحلق على رؤوس الميوسين اللي اتحرك مين؟ اللي اتحرك واتزحلق مين؟ الأكتين اللي ضيق المسافة مين؟ الأكتين ده ميوسين ثابت في مكانه. أقصد يعني ده مش أهو أهو استك فيلم انتهت؟ اللي المسافة هي دي اللي اتحركت، هي دي اللي اتزحلقت بسبب زحلقة الأكتين للداخل في الاتجاه الداخلي ده. فأول حاجة إن الميوسين هيبتدي تنزل الأكتين، بس منين الميوسين هيبتدي تتحرك؟ مين اللي حرك الميوسين هيبتدي؟ الميوسين هيبتدي عند الهنج الباقي شباب المفصلة هنا اللي ما بين الأرم وما بين الهيد بتمتلك خاصية عجيبة وهي خاصية تكسير الإيتيبيا. خاصية ارتباط بجزء الطاقة وخاصية تكسيره. الهيد دي خطيرة. ترتبط بالإيتيبيا كخاصية وترتبط بيه وتكسره وتجيب طاقة. فالهيد هنا اتحركت، انا مسكت في اكتين لما العزول انسحب بتكتب الاكتين، لكن لسه ما اتحركتش. لما اجيب جزء طاقه اسمه اي تي بي اكسره وعندي القدره على ذلك، اقوم اعمل ثاني خطوه، الخطوه الاولى ارتباط، الخطوه الثانيه تحريك 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 سلايدنج. الخطوه الثالثه بعد ما اعمل تحريك كده يا شباب بنفصل ديتاتشمنت انفصال ويرجع للوضع الاولاني بتاعي وهكذا. الاثنين بينفصلوا الماتين والاكتين بتاعهم بعد والاثنين يرجع وهما الهيد فاهم دقيقتك وجبتك كده يا اكتين طرف راجع عشان اجيب الاكتين تاني نجيب تاني انما الاكتين بتاعهم كده احنا اتفقنا كده ورجعنا تاني كده. وقت انا جاي مثلا بالهيد دي كده محركه كده وطيب ورجع تاني جايب اللي بعده وراح دقيق كمان يعني بيثبت ان ولذلك ناس ماسل كونتراكشن يتم نتيجه حركه الاكتين. مين اللي بيتحرك؟ سلايدنج زحلقه اوف اكتين مولكيول على مين؟ مين اللي بيتزحلق؟ الاكتين اللي بيتزحلق سلايدنج اوف اكتين مولكيول اون ذا مايوسين هيد. انهي اتجاه؟ اتجاه زحلقه الاكتين كده ولا كده؟ لا كده. ايه كده دي؟ هنقول كده ولا كده؟ لا توارد ذا اتش زون ناحية القنطة. اتزقت المسافة الفاصلة يعني حصل الكونتراكشن. أسأل حضراتكم الدرك إيه بان؟ زي ما هي ولا إيه؟ زي ما هي. الاتش زون اللي في الوسط دي زي ما هي ولا كشف واسرد؟ موجودة. اسرد! لأن أنا الأكسيد هو اللي اتحرك. ولذلك المسافة بتاعت الاتش زون دي تقل انما الاي باند دي زي ما هي قصه. حصل ناروينج حصل هنا هو يا شباب شورتنينج يعني حصل كونتراكشن. الديد لاين الديد لاين ده جم على طبعا قربوا جم على خط النقط قربوا قربوا هنا هو اكورديون. فاصبح هنا هو ده ميكانيزم اوف ماسل كونتراكشن. أجل بس أي أسئلة أي تعليقات لمدة دقيقة ونص دقيقة ونص. لو عايز أعمل مصر ريلاكسيشن أسأل السؤال الأول هو الميكانيزم أوف مصر كونتراكشن أكتف ولا باسف؟ ما دام جبت سيرة إي تي بي وتكسير جزء إي تي بي يبقى إحنا بنتكلم في عملية أكتف. الريلاكسيشن دكتور محمد شحاته بيسالك حضرتك في الشفا ويقول لك الميكانيزم اوف ماسل كونتراكشن اكتف ولا باسف؟ تقول له اكتف. يقول لك طب والماسل ريلاكسيشن؟ نروح واقعين ونقول باسف وده خطا فادح. الماسل ريلاكسيشن عمليه اكتف ايضا تحتاج الى طاقه. ايه الماسل ريلاكسيشن؟ يعني ايه ماسل ريلاكسيشن؟ يعني نسجن البطل تاني ونعيد اعتقاله. البطل اللي اسمه الكالسيوم اللي كنا نزلنا حررناه من القمقم من السجن اللي اسمه سيسترن، عايزين نرجعه مره ثانيه هذا البطل الى السجن. عايزين نقلل نسبه الكالسيوم في السيتوبلازم. عايزين نفك الكالسيوم التروبولين سي. عايزين التروبولين يرجع لمكانه والقصه ترجع لمكانها ويحصل ريلاكسيشن وانفصال بين الاكتين والمايوسين. مش هيحصل الى الكالسيوم ده لو شفنا له صرخه لو اعتقلناه مره ثانيه. الكالسيوم نقلله في السيتوبلازم ازاي؟ ان احنا هنا بنيجي هنا بام بام بمضخه تشتغل
وابدا تجيب الكالسيوم المستخدمات بترجعه للسيستم. وما دام قلت بامب يبقى محتاجه الى طاقه. فالبامب دي بتشتغل بطاقه، ولذلك حتى اعاده عمل ريلاكسيشن في العضله محتاج طاقه. هنا بامب هتشتغل بطاقه، طب تعملي ايه يا بامب؟ اضخ الكالسيوم من السيتوبلازم الى داخل المخازن مره ثانيه، برجع الكالسيوم الى المخازن. وانا رجعت الكالسيوم للمخازن يبدا يحصل عمليه ريلاكسيشن. نلمط ميكانيزم اوف ماسل كونتراكشن وميكانيزم اوف ماسل ريلاكسيشن، الاثنين عمليه اكتف. اي اسئله؟ ان شاء الله عز وجل دلوقتي قبل بس ما اتكلم عن الاسئله بنذكركم بجدول الامتحانات. حصصنا اللي جايه يا شباب ناخد جزء في الحصه ماسل، وعندنا يوم الحد اللي جاي النيرف من صفحة 1 ومعانا صفحة 10 لغاية صفحة 10، الثلاث من صفحة 11 كلها لصفحة 18 يعني النص الثاني من النيرف، الخميس امتحان على الاوتونوميك، الحد امتحان دمار شامل يعني امتحان كله بقى يبقى اوتونوميك نيرف ومسل نيرف اسف وبيضة. مفيش ايه؟ ما هو ماشي ماشي على اللحظه بقى. في نقط شباب جدول حصص اضافيه، خلي الناس بس كده اهوت اللي هي حاضره معانا متاخر شويه. في السبت 10 السبت اللي جاي ده 10 ونص اتكلم شويه في النيرف، الحد 10 ونص في النيرف، الاربع 1 ونص في الاوتونوميك، السبت 10 ونص في البايوفيزيكس. اللي حضر معانا وعايز يحضر تاني مفيش مانع، بس يعني ضيع وقتك ليه؟ لو عايز تحضر مفيش مشكلة. اللي ما حضرش خير وبركة، أو بنحاول بس كده نقربه من جو الامتحان، يبقى مقرب شوية كده هو من الامتحان والأجزاء اللي فاتته على الأقل يقدر يتوصل. أنا آسف ده مش 10 ونص، أنا اتفقنا عليه 12. تمام. 11 يوم السبت. طب بالنسبه للحد والاربع مش هينفع معايا. نناقش ذلك قبل ندي الامتحان ونناقش. حصه ايه؟ يوم السبت كده على حسب ما تتوقع يعني ان شاء الله. نص. ماشي على 12 يوم. في امتحان بس بايوفيزيك كده اهوت. ان شاء الله عز وجل احنا قلنا ده اول امتحان ده اختياري. عايز تحل دلوقتي او تحله في البيت على ما تذاكر مفيش مشكله. انما الامتحانات اللي جايه مش اختياري. هتقعد تحلها هنا هتقعد تحلها هنا وهتتعلم وهناخد درجه. وهنقول ده والله يعني ربنا يبارك له وده هياخد له لكمتين كده ولا بنيتين. هي المعيد دي ايه؟ اه سمن برين بس. شباب الامتحان سمن برين. بس. ما فيش اوبتكس ولا ساوند في الامتحان بتاع اعمال السنه والنهارده. انا طب اراجع اوبتكس وساوند ليه؟ ده نفس الاسبوع هو هو بس دي معيد ثاني. معيد ثاني انا الامتحانات اللي جايه في الناس بالاوتونوميك دي حصص اضافيه غير الجدول بتاعنا اللي احنا ماشيين عليه. ده حاجه وده حاجه ماشي. ثم حد 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 ثم حد. الامتحانات يا شباب هتبدا مش الاسبوع اللي جاي ده، الاسبوع اللي بعديه. الامتحانات بس عبقرية. شكرا. الشباب بس بصوا حضرتك بتساعدنا كده؟ نعم. صح؟ حضرتك أفضل. مع المعيد دي لما نتكلم يا ابني انا ملتش 10 أفضل بعد كده. نكتب اسمائنا بس على اذن حضراتكم. Thank you.
قالوا يا جماعه النص ما حضرتش معانا ومش ممكن ما حضرتش معانا وعايز يمتحن وهو كان مذاكر مذاكر نص نص المشكله يعني وضع وضع ضمن ضمن كله خد امتحان يا جماعه حتى اللي حتى مش هيجاوب حتى مش هيجاوب المره دي يعني ان شاء الله مش هيجاوب المره دي كله خد امتحان خلاص خلاص شباب يبقى اللي فاتوا في الاوتونوميك البراتن بتاتك وما كانش حضروا معانا مش هقف حصته اللي كان ما حضرش معانا شويه في النيرف اسمع اي حاجه في النيرف كان تاخير الدنيا ان نتحرك شويه في النيرف والبايوتكس ستيل ممبرين سهل الحصه ان شاء الله خلاص حضرتك من غير المواعيد دي بس المواعيد اللي هي المراجعه دي هي دي بس هي دي السبب اللي انا عندي في الكليه شغل ماليزي ومصري حضارات الاثنين محاضرات الماليزي والمصري تكاشن المصري وتكاشن ومحاضرات للماليزي الاوقات الثانيه شبه مشغول بالنسبه لمين حد بس يعني لو في اقاويل طب يبقى انا مولين ثلاثه طيب بس اقعد احل الامتحان يعني واللي له اسئله تمام اللي انا عامل حقيقة والله طب يعني تحب انت بتحب السبابة انت يا عم فاهم يا عم راح معايا على لا والله امال ايه بس انت فاضي اللي ما شباب ما كانش مركز معانا في حاجه اسمها موتور يونت وموتور بول لو حاجه عايز يركز معانا يعني دقيقه يعني اللي ما فهمهاش انا ما حضرتش عن سلم البرين انا كنت اهدى في اول سنه حتى نص نص انا قريت النرد ده على نفسي نص نص كنت اللي بتحكي يعني ربع ربع انا ده جاوب الربع ده هستفيد من ان انا جاوبته وان هو ما جاوبش في كل الاحوال انا هعتبر نفسي خسرانه مش مستنيين مش مستنيين ده بعد درجه